السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ مزيانين، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه يا ربي. المهم البنات، فيديو جديد كما العاده، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله البنات الطريقه الصحيحه صحيحه صحيحه اللي غادي كنت وعدتكم بها، وغادي دابا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو. وهاد الفيديو هذا البنات اللي مازال ما حقوش 4000 ساعة و 1000 ابوني ولا 1000 مشترك، اليوم غادي نعطيكم الطريقة اللي سهلة سهلة سهلة، تبعوها من الاول حتى الاخر ان شاء الله، وغتعطيكم النتيجة اللي خطيرة. المهم البنات، نعود لكم انا القناة ديالي شنو مريت بيها، يعني شنو المراحل اللي مريت بهم، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. المرحله الاولى، انايا حليت القناه ديالي، كنت كنحط فيها غير فيديوهات، ما كنتش كنخدم عليها اول حاجه، ما كنتش كاع تنخدم عليها. وثاني حاجه، ما كنتش سايقه الخبر بان خصك تخدمي على خصك ديري اللايفات، كنتش سايقه عليها الخبر. يعني حليت القناه غير هكاك وصافي، غير كتسحب لي انايا، غير كتحليها كتحطي فيها الفيديوهات وكتمشي، يعني كتطلع لك دغيا. ما كانش يسحب لي راه خصك تضربي عليها تمارات كرديه مزيان وعاد طلع لك، يسحب لي غير اجي وطلع. المهم حليت القناه كنحط فيها الفيديوهات النهار انا لا صافي، قول دازت نهار حليت القناة تقريبا، يعني حليت القناة وما خدمتش عليها. انا كنقول لكم المرحلة اللي ما خدمتش عليها، يعني حليت قناة ما خدمتش عليها كنحط فيها فيديوهات، قول تقريبا العام وانا كنحط غير فيديوهات. قربت هذيك العام تلاقيت مع واحد السيدة وكنشكرها بزاف بزاف من هذا المنبر هذا، كنقول لها الله ييسر لك امرك والله يجازيك بخير. من تما قالت لي المهم عطاتني نصائح وهذه وهذه، وليت نقلب على راسي، يعني كنقلب مابقيتش جالسه بحال هكا وصافي. قلت اوا علاش زعما، واحد النهار جاني واحد السيده دايره اللايف، واحد الدائره حمراء، كليكيت على هذيك الدائره وانا ندخل لقيت الناس تعيط على بعضياتهم، يعني عيط عليا نعيط عليك، عيط عليا نعيط عليك، اي وليت كنعيط حتى انا شوفي لا بال، وليت كنعيط حتى انا، كندخل عندهم كيدخلوا عندي. المهم بقينا بحال هكاك حتى كملت. المهم غادي نبدا لكم من الاول، من 1000 مشترك داك. المهم بقيت هكاك، كيجيو عندي الناس كنمشي عندهم. يعني حاجه وحده اللي غادي ننصحكم بها البنات، حاجه وحده اللي خصكم ديروا بها باش تمشي القناه ديالكم ان شاء الله بخير وعلى خير وترجع لكم بخير وعلى خير. حاجه وحده هي منين تمشيو تدخلوا لشي حفله ولا ديروا ما تكتبوش الكلمات المحظوره، ما تكتبوش اجي، ما تقولش زورني نزورك، ما تكتبش هذه الكلمه ديال دعموني، هذيك الكلمات ما تكتبوهمش، ولا ما تكتبوش الحروف، ما تكتبوش الارقام، كاع هادو اللي غادي يدخلوا ما تكتبوش كاع بحال هذا الشكل هذا. المهم صافي بقيت على هذيك الحاله، كنجمعهم تيطيروا، حنا كنا كنقولوا لهم العصافير، كتجمع العصافير كيطيروا لك، كتجمع العصافير كيطيروا لك، كتجمع العصافير كيطيروا لك. يعني قاصيتي كنت كنسهر عليها، كتسهري حتى عينيك تيتبوقلو لك. المهم بقيت على هذاك الشكل نجمع 4000 ساعة، عفوا نجمع 1000 مشترك، قاصيت عليها، جمعت 1000 مشترك، قلت الحمد لله صيفطوا لي تهنئه، قالوا لي برافو كملتي 1000 مشترك.
شفتي الفرحة مكتوصفش، وعاد باش تكملي هاديك 1000 مشترك خصك تبتيها، وباش تبتيها صعيب 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 صعيب. يعني 1000 مشترك انتي كتكملي، كيقولك 1000 مشترك كملتي ياك، ولكن تغدلين كتهبط لايك كتلقايها 900 كتطلعيها. يعني خصك تبتيها بواحد قول 3000 قول 600 مور هذاك، مور 1000 مور 1000 مشترك تبتيها ب 600 ولا 300. صافي البنات، بقيت غاده بحال هكاك، كملت 1000 مشترك، صيفطوا لي تهنئه. صافي بقيت هكاك، كيصحابني صافي وحبست، ما خدمتش هذيك الساعه فاش كملت 1000 مشترك، ما حبستش على ما خدمتش على السوايع. قلت لك حتى تلاقيت مع واحد السيده قالت لي شنو شنو، وليت بقيت كنقلب على راسي، نبحث هنا نسول. الحاجه الوحيده البنات، بغيتو تحققوا الحلم ديالكم، بغيتو تمشيو لقدام، سولوا بحثوا. يعني ما تبقوش غير جالسين وما تسولوش، هذيك ليش كتصلح نسول باش نستافد حتى انا، هذيك ليش تصلح نسول باش نستافد. يعني ما نبقاش غير جالسه وكنتمنى، هاي القناه غادي تطلع، غاديش تطلع هكاك، بس تضرب عليها تماره وتطلع. كاينه شي حاجه كتطلع بلا مجهود، تضرب عليها مجهود تطلع ليك ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم كملت هذيك 1000 مشترك، تلاقيت مع السيده قالت لي شنو ديري شنو ديري، عاوناتني حتى هي الله يكثر خيرها، وعاونوني بزاف ديال البنات، وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. تنقول لهم الله يسر لكم الامر ديالكم يا ربي، وتحققوا الاماني ديالكم حتى نتوما. المهم الطريقه اللي خدمت بها انا الطريقه اللي واعره واعره. المهم خصك ضروري الويفي، خصك ضروري البيسي والويفي. في الاول انا ما كنش دايره الويفي، كانت قهراتني الروشارج ديال التليفون، كندير 50 درهم. المهم البنات فين وصلنا، قلت لكم كنت كندير 50 درهم، ما كديري هي حتى 3 ايام كتمشي. كنلوح بيها الفيديو كدوز هذيك 3 ايام صافي، كنعاود روشارج. يعني صافي بقيت هكاك، حتى درت الويفي، درت الويفي عاد بديت كنخدم. يعني فاش درت الويفي عاد خدمت على القناه ديالي، فاش كانت عندي الروشارج ما كنتش كنخدم كاع على القناه صافا نهائيا. فاش درت الويفي وخديت البيسي عاد وانا بقيت كنخدم على القناه ديالي. المهم صافي البنات، الطريقه اللي غادي نوريكم خصكم بيسي والويفي. البيسي هذه الطريقه هذه جربوها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نوريكم 3 ديال الطرق، الطرق هذه نتمنى يعني تطبقوهم، وان شاء الله تمشي القناه ديالكم بخير وعلى خير. المرحله الاولى كديري لايف، باش يكونوا عندك اللايفات ياك، ديري اللايفات. منين تالي هذوك اللايفات بيسي فيه باجات، كتبقاي تفتحي باج، باج الاول كتحطي فيه ساعة، باج الثاني كتحطي فيه ساعة، باج الثالث حتى تكملي 10 ديال لي باج. هاد 10 ديال لي باج انت كتحطي 10 ديال السوايع ياك، كتضوبل لك. مادام انت كتحطي 10 ديال السوايع كتضرب لك 20 ساعة في النهار. يعني هادوك لي باج كتحطي باج، يعني كتكمل كديري في الساعة كتحقي ساعة، كتحقي ساعة، كتحطي باج الاول فيه ساعة، باج الثانية فيه ساعة، باج الثالثة فيه ساعة، تكملي 10 ديال لي باج. كتحقي الساعة في التليفون كتصوني كتخرجي من لي باج كاملين،
هيا 20 ساعة خدمتيها، كتعاودي نفس الطريق ساعة ساعة ساعة، تتكملي 10 ديال السوايع. ملي تتكملي هذيك 10 السوايع ديري ساعة، كتوصل هذيك الساعة كتحيدي لي باج كاملين. هيا 20 ساعة. المهم المرحلة الأولى هي هذه، المرحلة الثانية ديال نافيغاتور بريفي كيطلع السوايع. ديري بحال هذاك الشكل عاوتاني، اما غديري غوكارديتو واما غتجمعي ديري 10 السوايع وغتخدميها. والمرحله الثالثه هي تخدمي مع البنات، تكون انتي وشي بنت تبادلي انتي وياها 10 10، يعني هي تخدم لك 10 وانتي تخدمي ليها 10 كل نهار. كل نهار غيطلعوا لكم السويعات ديالكم. انا هاد الطريقه هي اللي درت. تصوروا فاش بديت الخدمه، انا ما كاملاش شهرين ما كاملاش حققت 4000 ساعه. غادي نصور لكم من نهار بديت الخدمه، كان عندي هذاك العقرب ديال اللي كيحسب السوايع، كان عندي شويه بزيقه. نهار بديت كنخدم وانا كنطلع على العقرب كيتزاد بواحد السرعه. انا البنات كانوا تيقولوا كينقصوا لينا السوايع، عمرهم ما نقصوا ليا. انا كنخدم هما كيتزادوا، ولكن كنخدم بهذه الطريقه. الطريقه هذه اللي وريتكم ديال ساعه ساعه ساعه، راه غتطلع عليكم البنات السوايع ديالكم في مده قصيره 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 بزاف. كتدخلوا لجوجل، يعني راه معروف جوجل، كتدخلوا لجوجل وكديروا باج، كتحلوا لي باج وكتخدموا بيها. يعني ضروري بيسي الا بغيتي تخدمي على القناه ديالك. والمرحله المرحله اللي دوزتها انا، قلت لكم في الاول راه ما كتعرفوا والو، كنت غير كنلوح فيديوهات وصافي. والمرحله الثانيه هي فاش يعني قلبت على راسي، ما بقيتش غير ساكته وصافي، بقيت جالسه ومربعه يديا، راه القناه غادي تطلع بوحدها. لا خصك تطلعيها انت وتخدمي عليها وتسهري عليها باش تطلع عليك. وان شاء الله بحول الله كنتمنى نكون يكونوا هاد المراحل اللي قلت لكم، المرحله الاولى والثانيه والثالثه اللي قلت لكم، تبعوهم وغادي تنجح لكم القنوات ديالكم ان شاء الله. غادي ينجحوا 100%. حيت انا التجربه ديالي، انا راه ما كنت قلت لكم في الاول، ما كنتش كنخدم على القناه بصفه نهائيه، والحمد لله فاش خدمت عليها كملت 4000 ساعة، مدة وجيزة. المهم البنات، نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، نتمنى من الله يكون الميساج وصل لكم يعني بسيط، نكون بسط لكم المرحلة اللي غديروا. كان شي حاجة شي تساؤل ولا شي حاجة اكتبوا لي في الكومنتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ولا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال قناه متنوعه مع ام عمران. ولا عجبكم الفيديو حطوا واحد لايك. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.